ومساكم الله بالخير والسرور. حلانة جدا سهل ولذيذ، سبق طلبتوه مني بسوي معكم الآن. راح أسوي معكم حلا الريتز والبريتزل، وكمان بستخدم هالنوع من البسكوت. هذا النوع حالي، وهذا المالح. وريتز زي ما أنتم عارفين أنه مالح، يعني بنسوي ثلاث أنواع. وبالنسبة للتغطية بستخدم هالنوع من الشوكولاتة، جدا ممتاز للتغطية. إذا ما توفر عندكم ممكن تستخدمون الجالكسي العادي، يذوب وبعدين يغمس فيه البسكوت. وللتزيين اختياري راح أحط الفستق سنوبري أو أي شيء تحبون أنكم تزينونه فيه، أو إذا حبيتوا تكتفون بس بالشوكولاتة. زي ما تشوفون جبت صينية فرن وحطيت عليه ورق زبدة وحطيت البسكوت، يعني شايفين القفا تحت رصيتها. صفيت الشوكولاتة زي ما تشوفون كذا، بدخلها الفرن وأنا واقفة عندها بس أشوف الشوكولاتة بدأت تذوب، يعني دقيقتين ثلاثة بالكثير وأطلعها. لو تلاحظون أنا قصيت الريسز، خليتها يعني أنصاف لأني شفتها كبيرة وما بيها تصير مرة حالية. للتغطية زي ما قلت لكم بستخدم هالشوكولاتة، بحطها بحمام مائي أو بالميكرويف حسب ما تحبون عشان نغمس فيها البسكوت للتغطية. شوفون شلون سويت، انا سويت كم واحده بوريكم الحين. تجيبون البسكوت الثاني على طول وانتم واقفين، بس مجرد ان الشوكولاته ذابت عليكم خلاص. هذا البسكوت بعد ما حطيت الطبقه الثانيه وذوبت الشوكولاته، تغمسونها بهالشكل بس ما غمستها زين الله يصلحها. لازم التدخلات الخارجيه غمستها من ورا زي ما تشوفون، حطيت عليها فستق. بكمل وارجع لكم. وهذا حلان السهل والسريع خلص. تشوفون شلون جماله وسهولته، أبى أشوف عاد تطبيقاتكم. وبالعافية.